صباح الخير واهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة من طريقة تقديمنا للبنوك. معكم ايمن الحكيم. النهاردة هنتكلم عن بنك من اهم البنوك اللي موجودة في مصر واللي بتوفر افضل الفرص للتوظيف. هنتكلم عن بنك سي اي بي. الحقيقة بنك سي اي بي مرتباته كويسة جدا، الوضع كويس جدا جواه. هو الشغل فيه ضغط شوية بس اتس اوكي okay. بيبقى متوافق مع السالري اللي انت بتاخده. تعالوا نبدأ نشوف ازاي نقدر نقدم على البنك. اول حاجة احنا عايزين نوصل الموقع بتاع البنك، هنجيبه من هنا من الملف اللي احنا منزلينه، هتلاقوه في الديسكريبشن اسفل الفيديو، وهتلاقوه في اول فيديو خالص اللي شرحنا كيفية استخدام الابليكيشن ده، الاكسل شيت ده، عشان نقدم في 41 بنك. هنيجي ناخد العنوان ناخده في هنا اهو. اول حاجة هنلاقي قدامنا تظهر لنا الصفحة دي، فيها بقى المميزات اللي انت لو اشتغلت في بنك سعودي هتحصل عليها وكده. احنا عايزين نشوف ايه الوظائف المتاحة. نلاقي مطلوب تيلر، بيرسونال بانكير، اتش ار كورتر، وهكذا. هنلاقي عدد كبير جدا من الوظائف اللي مطلوبة. طب هي الوظائف موجودة مشغلوش الناس ليه؟ للأسف لأن في طلبات هم بيطلبوها، أولها مثلا إنجلش يبقى فلوينت، فلازم نهيئ نفسنا بنك سي أي بي بإن احنا نطور الإنجلش، يبقى عندنا معلومات بنكية كذا حاجة. طب احنا لو جينا عند التيلر ودخلنا هنشوف التفاصيل المطلوبة. طب احنا برضو عايزين نقدم ازاي؟ ان احنا نعمل اصلا اكاونت على الموقع بتاع السي اي بي. اول حاجة هندخل هنا الاسم الاول، بعد كده اسم الوسط اللي هو اسم التاني، بعد كده اسم العيلة، الجنسية، رقم البطاقة، تاريخ الميلاد، النوع، الايميل، نأكد الايميل تاني، وبعد كده الباسورد، ونأكد الباسورد، ونعمل ايه؟ ريجستريشن. انا طبعا عشان كنت مسجل عليهم من سنتين، ف يعني لو كتبت رقم الاي دي اصلا مش هيقدر يخش. فنخش على اللي انا عامله عشان توصل يعني المئة دي صعبة بس هنوصل لها بإذن الله. تعالوا ناخد خطوة خطوة ونشوف ازاي نقدر نوصل لها. ايديت عشان نمشي الخطوات واحدة واحدة. أول حاجة هتبدأ في الأبليكيشن بتاعك بالـ Personal Information. Personal Information أنت كنت لسه مدخل من شوية جزء منها، بس أول حاجة هتبدأ بيها، وأول حاجة كمان لما بإذن الله يتعمل لك فون انترفيو هتسألك أنت إزاي عرفت عن بنك سي أي بي، عن التقديم يعني. فأنا هنا مثلا عرفت عن طريق إيه؟ الويب سايت بتاعهم. تكتب لهم الويب سايت، بعد كده عدد سنوات الخبرة بتاعتك تكتبها، بعد كده التايتل، بعد كده الاسم، كل تفاصيل، بعد كده الجيش، بعد كده العلاقة، وهكذا. الخبرات، الجزء اللي انت ليه عندك فيه خبرات، المرتب الحالي بتاعك، المرتب المتوقع، لينكد ان اكاونت، بعد كده تحت الاي دي والعنوان، الطرق اللي هيصلوا بيها ليك، بيانات عن والدك وبيانات عن والدتك، تمام؟ كل دوت طبعا ايه؟ سهل. بعد كده بقى بيقولك انت عملت جريمة قبل كده، طبعا لا، هنا عن يعني ايه نمشيها، لا هنا انت مسجل في اي نقابة، لو مسجل اكتب ان انت مسجل مقيد في نقابة معينة. بعد كده انت بتخطط لأي عمل تجاري، قول لا عشان لو دوست يس هيجيلك زي كده، تشرح لهم بقى. بعد كده اقرار، اقرار ان الموقع ادمان لست مؤسسا او مساهما او شريكا فيه، وهكذا. ان انت يعني ما عندكش اي مصالح بعيدة عن تدور او مختلفة عن بنك سي اي بي، يعني انت مش شغال في شركة تانية او عضو مجلس ادارة في بنك تاني، وهكذا وهكذا. بعد كده نو 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 نو
بعد كده ليك علاقة في البنك الـ CIB لغاية الدرجة الرابعة، وهنا بيشرح لك يعني ايه الدرجة الرابعة. الدرجة الأولى الأب والأم والأبناء والبنات والزوجة والزوجة وهكذا. الدرجة التانية الإخوة والأخوات وهكذا. الدرجة التالتة العم والخال والعمة والخال وأبناء العم وأبناء الخال. بيبدأ يقول لك الحاجات الدرجات القرابة عشان تقول يس ولا لا. لو يس تبقى تحط ايه النيم والبوزيشن والادرس والفون والريليشن بتاعتك معاه. هنا تالت نقطة دي بترفع فيها الفايلات بتاعتك، الصورة السي في ناشونال اي دي صورة البطاقة وشهادة التخرج وشهادة الجيش، تمام. بعد كده الصحة بتاعتك ايه اخبار، انت مقيد في نادي ولا لا، ايه الرياضات اللي بتأديها، انت حالات التواصل في حالة الطوارئ يعني هم معرفوش يوصلوا لك يتصلوا بمين. بعد كده الانديكيشن انفورميشن بتاعتك سواء بقى من ثانوي والجامعة لو انت عامل بوستر جرادويت في اي حتة وهكذا. بعد كده كورسز، بعد كده سيمينارز، بعد كده تريننج، بعد كده السيرتيفيكيت اللي معاك، بعد كده الوركشوب ورش العمل، السكيلز اللي عندك، اللغات اللي عندك، الورك اكسبيرينس، الحاجات اللي اشتغلت فيها قبل كده، بيرسونال ريفرنس. وتعالى بقى النقطة دي مهمة جدا وفي ناس مش واخدة بالها يعني ايه بيرسونال ريفرنس، ودي نقطة يعني البيرسونال ريفرنس من أهم النقط اللي موجودة في الأبليكيشن بتاع السي أي بي. البيرسونال ريفرنس دول أشخاص أنت اتعاملت معاهم في بيئة عمل في بيئة الدراسة وممكن يبقوا ريفرنس ليك. معنى كده ان انا ممكن احط صحابي، ممكن احط اهلي، لا احط مين؟ طب احط دكتور كان عندي في الجامعة بس اعرفه وهو يعرفني عشان هم يتصلوا عليه هيقولوا له كان في حد اسمه كذا 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 ويسألوه عليك، حد كنت شغال معاه قبل كده يفضل يكون مدير او في درجة وظيفية اعلى منك او كان مسؤول عنك ضمن الفريق بتاعه وهكذا. لكن ما ينفعش احط والدي ووالدتي خالي وخالتي طبعا، كل الكلام ده ايه يبقى انا كده بضيع الفرصة من ايدي وبخليهم ياخدوا فكرة سيئة عني وفي الاغلب مش هيتصلوا عليك لو عملت كده. فابدأ احطهم بكل البيانات بتاعتهم، احطهم ازاي؟ اد ريفرنس، الاسم، العنوان بتاعه، البوزيشن بتاعه، الموقع بتاعه في شغل ايه، والفون بتاعه، التليفون. اخر حاجة الاسئلة، يقول لك describe your plans for the future. What are your goals؟ ايه اهدافك وانت بتخطط ليه في المرحلة اللي جاية؟ بعد كده what is your favorite area of study؟ why do you like it؟ ايه الحاجة اللي انت بتحب تدرسها وليه؟ if you have a previous work experience، لو عندك خبرات سابقة، what did you like about your last job؟ ايه الحاجة اللي انت بتحبها واللي ما تحبهاش في شغلك السابق؟ have you vertical any volunteering؟ عندك اي خبرات سابقة في العمل التطوعي؟ لو اوصف كده تبقى انت ايه خلصت البروفايل بتاعك ومية في المية، واستنى مكالمة في خلال شهر بإذن الله. اوكي يا شباب، طب انت خلصت احنا اللي فات ده، احنا انت كده خلصت ايه؟ عملت الابليكيشن بتاعك، طب انت عملته وخلصت، انت كده قدمت على الوظائف؟ لا لسه ما قدمتش على اي وظائف، تمام. طب اقدم ازاي؟ again advances كده اتفتح لي الزرار ما كانش موجود الناحية التانية، يعني تعالوا لو بصينا كده
هنا ما كانش فيه ابلاي ناو صح، لازم اعمل ريجستريشن ناو وبعد كده اعمل ايه التقديم. انا عايز اقدم على اي واحده فيهم اقدر اقدم ابلاي ناو ادوس يس تمام اي واحده، بس قبل ما اقدم اخش اشوف الايه الطلبات الاساسيه بتاعتها. اشوف الطلبات الاساسيه بتاعتها واشوفها متناسبه معايا ولا لا. لقيتها متناسبه go ahead وقد دوس ابلاي ناو ويس وبقدم. وبكده يا شباب يبقى خلصنا النهارده حلقتنا من طريقه التقديم لبنك سي اي بي. لو اتبعنا الخطوات دي خطوه خطوه وبنينا وملينا كل البيانات بالتفاصيل بتاعتها باذن الله نوصل للمية في المية وتوصل لنا المكالمه من بنك سي اي بي في اسرع وقت. بس كونوا جاهزين للفون انترفيو لان اول ما هيكلموكوا هتبدا معاك. لو انت مستعد هتقول لك يلا نبدا الانترفيو، وبيتكلموا الصبح مش بيتكلموا بالليل. اوكي استنونا الحلقه اللي جايه مع البنك اي جي بنك هو البنك المصري الخليجي وطريقه التقديم ليه. وهستناكوا تقولوا لي عايزين الاسبوع اللي جاي نكلمكم في ايه على طريقه التقديم في انهي بنك، انتوا اللي تختاروا. اوكي في ميعادنا زي كل اسبوع الحلقة هتنزل الساعة يوم الخميس الساعة 7. استنونا الحلقة اللي جاية بإذن الله. أشوفكم على